ولمعرفة أحوال المال والأعمال في الولايات المتحدة ننتقل إلى بورصة نيويورك، حيث ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل فرانس 24 أحمد فتحي. أحمد، الأسهم الأوروبية سجلت ارتفاعا، فكيف أنهت تداولات الأسهم الأمريكية؟ الأسهم الأمريكية اليوم سجلت ارتفاع قياسي بمقياسا بالخمس أسابيع الماضية، وهذا أسعد المتعاملين في السوق. وأغلق الداو جونز اليوم عند مستوى 12837 بمعدل ارتفاع 96 نقطة أو 3.4%. وأيضا الناسداك أغلق مرتفعا 34 نقطة بنسبة ارتفاع 1.19%، والإس أن بي 500 لم يختلف كثيرا بارتفاع 13 نقطة وبنسبة 0.98%. أما عن الأسهم فمايكروسوفت أعلنت بالأمس بعد إغلاق السوق عن طرحها للوحة الإلكترونية الجديدة الذي يشابه منتج منافستها التقليدية شركة أبل، وساهم هذا أيضا في ارتفاع للسهم. المتعاملون والسماسرة في بورصة نيويورك في حال التفاؤل أن الاحتياط الفيدرالي يمكنه أن يخفف من قيود السياسات المالية لدعم العملات الضعيفة وطرح برنامج جديد لتحفيز الاقتصاد الأمريكي، فهنا الجميع سعداء. أحمد فتحي مراسل فرانس 24 من نيويورك، شكرا جزيلا لك.